بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مشوارنا يا شباب في موضوع قسم وحدة الثالثة، قسم المقاصة. إيش يعني قسم المقاصة؟ شباب، خلينا نحكي بشكل بسيط. أنا اليوم البنك، أنا فيه إلي رصيد، العميل له رصيد جاري اللي هو سوت حسابات جارية دائمة، أموال اللي في البنك فالتزام على البنك إنه يعطيني إياها وقت الحاجة، تمام هيك؟ تمام. الحين العميل علشان عنده مشاغل وما بيقدر يحمل أموال كثيرة في جيبته، كل ما يروح مكان بيكون معاه 100,000 دولار، 1,000,000 دولار، إيش ما يكون، كلام مش منطقي. فيطلب من البنك: يا بنك أعطيني حاجة اسمها دفتر شيكات. دفتر ايش؟ شيكات. دفتر الشيكات بنك ما بينعطي للعميل اللي يكون له رصيد حساب جاري، تمام هيك؟ تمام. الحين العميل راح اشترى بضاعة، يعتبر تاجر، اشترى بضاعة فأصدر قام العميل بإصدار شيك مسحوب على البنك، مثلا بنك فلسطين، كويس، لصالح شخص ما، تمام هيك؟ الحين السؤال: الشخص حامل الشيك، ايش بده في الشيك؟ بده قيمته. فبيحكي العميل للشخص: روح على البنك، بنك فلسطين، حصل القيمة، حصل ايش؟ القيمة. طيب، فالشخص هذا حامل الشيك راح على البنك وقال للبنك: يا بنك اعطيني قيمة الشيك. البنك طبيعة الحال حيروح يعطيه قيمة الشيك وحيقول: من حسابات جارية دائمة إلى حساب الخزينة، الخزينة حتنقص بالمبلغ المحصل الذي حصله الشخص هذا، وحساب العميل الدائم حينقص، حيعمل حركة بدينة، فيش مشكلة، هنا ما في أي مشكلة. طيب، لكن وين المشكلة؟ المشكلة لو الشخص هذا توجه إلى بنك أو القاهرة عمان وطلب من البنك القاهرة عمان: يا بنك حصل إلي الشيك هذا من بنك فلسطين. هنا في هذه الحالة حيقوم موظف من بنك فلسطين، من بنك قاهرة عمان، موظف أو مندوب عن البنك، بالتوجه إلى بنك فلسطين وحيطلب من بنك فلسطين: بنك فلسطين أعطيني قيمة الشيك. فبروح بنك فلسطين، بروح بدقق الشيك، حقق من صحة الرصيد، صحة التوقيع والبيانات الشكلية في الشيك، بعدها يقوم بصرف البنك الشيك إلى بنك قاهرة عمان، وبنك قاهرة عمان بيعطي إيش؟ الشخص هذا قيمة الشيك. لكن لو أنا بنك القاهرة عمان استلم شيكات من أشخاص لهم حسابات في بنك فلسطين وطالبين من البنك يحصل قيمة الشيك الصادر من بنك فلسطين، فحيكون هنا كل دقيقة حيقوم المندوب بالتوجه
الى البنك. تمام؟ هذه مشكلة. المشكلة اكبر لو انا عندي بنك الوطني، تقدم له احد عملائه وقال له يا بنك انا الي شيكه مسحوبه على بنك رصين، حصل لي اياها. حيتوجه الى بنك رصين. ماشي؟ طب لو بنك فلسطين عملائه حكوا للموظفين البنك، يا بقى الموظف انا معايا شيك مسحوب على بنك الوطني، وشيك مسحوب على بنك خارع عمان، وشيك مسحوب على بنك الاردن، وشيك مسحوب على بنك الاستثمار، ايش حصير هنا؟ اصبح هنا انا محتاج جيش من الموظفين اللي حيقوموا بالتوجه الى كل بنك على حدة علشان يقوموا بصرف قيمة الشيكات المستلمة من زبائنهم. من زبائنهم. تمام كده؟ طب ايش الحل؟ الحل كالتالي. الحل كالتالي. تم الاتفاق بين البنوك على نقطة التقاء، نقطة التقاء، يعني كل البنوك تلتقي معا في بنك واحد، في بنك واحد، أو أسف، في مكان واحد، بحيث إنه أنا ما أروحش أنا بنك فلسطين، ما أروحش على بنك العرب، وما أروحش على بنك عمان، وأروح على بنك الأردن، وبنك الإسكان، والبنك اتش تي سي، والبنك سيتي، وبنكات الثانية، كل مرة بدي أروح كل أبعد كل موظف لكل بنك حتى يحصل لي الشيكات تاعت عملائي. ونفس الشغلة البنك الثاني بده يكون فريق بحيث إنهم يتوجهوا إلى جميع البنوك. هذه مشكلة معضلة. فاتفقوا البنوك على إنهم يلتقوا في نقطة ما. الشيء وين النقطة هذا؟ في غرفة في مكان معين. المكان هذا وين أفضل مكان؟ في بنك المركزي، في البنك المركزي اللي هو أبو البنوك. يلتقوا في غرفة، يجلسوا مع بعض ويقوموا بالتقاص من بعض. أنا إلي عندك يا بنك الأردن، بنك فلسطين، بقول بنك الأردن، يا بنك الأردن، أنا إلي عندي مصاري، إلي عندك مصاري قيمة الشيكات. وبنك الأردن حقول له أنا برضو أنا إلي مبالغ عندك بقيمة الشيكات. فهنا سميناها غرفة المخاصة. وين وجودنا قلنا؟ في البنك المركزي اللي هو غزة بسميه سلطة النقد الفلسطينية. مين موجود في الغرفة هذا؟ بنك فلسطين، بنك الأردن، طبعا مندوب بنك الأردن، مندوب بنك الإسكان، مندوب البنك العربي، كلهم حتوجهوا الى البنك، الى غرفة المقاصة لاجل التقاص. لاجل ايش؟ التقاص. تمام هيك؟ في اي مشكلة؟ ان شاء الله ما في. طيب. فيا شباب، هذا شكل نظري. طيب، في خطوة قبل ما يكون الموظف أو المندوب
بالتوجه الى البند بدي اعمل حاجه. تعال نشوف فيه. الحين عند توجه العميل للبنك لتحصيل شيكات المقاصة، ليس منها مقاصة أي الشيكات التي سوف تدخل غرفة المقاصة، تمام هيك؟ طيب بالمسير خليها تمام؟ طبعا بنك العميل معاه مجموعة شيكات، شيكات مسحوبة على بنك الأردن، هذا بنك فلسطين، شيكات أربع شيكات ثلاث شيكات مثلا مسحوبة على بنك العربي، اثنين شيك مسحوب على بنك الإنتاج مثلا، تمام؟ تمام. الحين دور المصدر يقوم بإعداد قسيمة إيداع شيكات، سميها شيكات مقاصة، هي تسمى في البنك. القسيمة ورقة كالتالي، مكتوب فيها العميل اسمه التاريخ الزمن العنوان اللي هو شيكات القسيمة، سموها هنا قسيمة إيداع شيكات مقاصة، وبعدين مربع وبذكر فيها ايش الشيكات اللي انا استلمتها من العميل. بعد ما استلم الشيكات تمام هيك بدخلها على النظام، بقول بعمل قيد من حساب شيكات رسم التحصيل الى حسابات جاريه دائنه، وفي كتب تكتب الى حساب مدعي شيكات برسم التحصيل، بس خليه هيك حتى هي القيد هذا حيستخدمه في كل المراحل الجاية كأسهل وأخف. هنا يا شباب بدي أفهم حاجة واحدة، مش معنى إنه العميل أودع الشيكات المسحوبة على بنوك أخرى في البنك إنه بحق له يسحب قيمتهم، لا، الشيكات هتكون هذا في البنك موجودة في حسابه، هتظهر كشف حساب تبعه، ولكن لن يستطيع بسحب قيمتها إلى حين تحصيل القيمة من البنوك الأخرى من خلال جلسة غرفة المقاصة، تمام هيك؟ تمام. إذا اتفقنا هعمل قيد بالمبلغ بالمبالغ، تمام؟ وبعدين الحين بيجي دور موظفين قسم المقاصة، ايش دورهم؟ دورهم كالتالي، ايش دور الموظفين؟ دورهم يقوموا اذا وظائف قسم المقاصة، اول حاجة فرز الشيكات حسب البنوك الأخرى المسحوب عليها، أول حين بدفرز الشيكات Thank you.
اول شيء استلام الشكاية للتقصير، اثنين فرز الشكاية حسب البنوك المسحوب عليها، تمام. وبعد ذلك ثلاثة تفريغ الشيكات في كشوفات اسم شيكات استاليات شيكات استاليات شيكات المقاصد كلها حسب البنك، يعني إرسالية لكل بنك. بعدين أربعة إعداد نموذج تقديم، وهنشرح هذا بالتفصيل، هنرجع تاني واحد واحدة ونشرحه بالتفصيل. طيب وهنا وضع المعاملة هي هنا وضع الشيكات زائد الإرساليات في مظروف باسم البنك المرسل إليك. تعال نشوف ايش يعني كل واحدة من هذول. الحين يا شباب انا استلمت شيكات، يفترض ان اروح افرزها، اقول عندي اربع شيكات مرسوم على البنك الاردن لحال، واربع وثلاث شيكات على البنك العربي لوحدهم، وثلاث شيكات على البنك الانتاج افرزهم، تمام. وبعدين بدي اروح اعمل حاجه اسمها كشف اسم استرياد شيكات مقصرة. طب ايش بدي كشف هذا؟ انا مش معقول يا شباب بدي اروح اخذ شيكات زي ما هم هيك واروح على غرفة المقصرة على الموظف على البنك الثاني واقول له لو سمحت اعطيني قيمة الشيكات. حقول لي الشيكات تبعونيش هذولا، هات لي كتاب رسمي يثبت انه هذه الشيكات ان هذه الشيكات مرسله لي للتحصيل. فحيروح الان حيعمل ايش؟ ارساليه بالشكل هذا، هاي ورقه ايش فيها؟ فيها اسم البنك، شعار تبع البنك، بنك فلسطين مثلا، تمام. تعطيها ارساليات شيكات مقاصة مسحوبة على بنك الاردن، التاريخ، بعدين نعمل هيك رقم الشيك والمبلغ، وبعدين القيمة أو رصيد، بعدها توقيع البنك، توقيع البنك. حتى تصبح المعاملة مكتملة يحتاج إلى توقيع وختم البنك، تمام كده؟ تمام. هاخذ الرسالية هذا وهدبس فيها الشيكات وحط ارساليه مع الشيكات في مظروف وسكر عليه واكتب الى بنك الاردن، وحروح على غرفه المقاصه وفي خانه او في يعني درج خاص بالمعاملات اللي المفروض بنك الاردن يستلمها، فبحط المظروف هذا في الدرج او في
السلة بتاعت بنك الأردن. تمام؟ تمام. الهيئة أنا قمت بعمل إرسالية موجهة إلى بنك الأردن. ونفس النموذج هذا بروح بشيل بنك الأردن بنفس البث بقول بحط بدل بنك الأردن بنك العربي. وبجيب كمان نموذج ثالث بدل بنك العربي بنك الأردن بحط بنك الإنتاج. وبحط المبالغ أنا ورقم كل شيء. صار عندي ايش في عندي؟ ثلاث ارساليات باربع ثلاث بنوك. ثلاث بنوك. الحين مدير بوصل المقاصد بقول لك انا بدي افهم انت ايش بدك. فحيقوم البنك قبل ما يتوجه الى غرفه المقاصد كل الشغل هذا لسه وانا لسه بداخل البنك. وانا لسه ايش؟ في داخل البنك كل الشغل بيشتغلوا مين؟ موظفين قسم المقاصة. فحيروح هان عمل حاجة اسمها نموذج تقدير بنك فلسطين. نموذج تقدير بسميه هنا جلسة أولى أو ثانية التاريخ والساعة زي هيك ثلاث خانات أعمل أربعة وباجي بكتب شيكات مسحوبة علي. شيكات مسحوبة إيش؟ علي. أو على بنوك أخرى. شيكات مسحوبة على بنوك أخرى. وهان شيكات مسحوبة علينا. شيكات مسحوبة إيش؟ علينا. وباجي بكتب هنا اسم البنك. بنك الأردن. بنك العربي وبنك الانتاج. وبكتب هنا المبالغ اللي انا بطالب فيها البنوك الاخرى بطالب فيها غرفه المقاصه انها تقوم بتحصيل المبالغ هذه من البنوك التاليه. طب الخانه هذه فاضيه ليش؟ هذا بتضلها فاضيه الى حين جلسه غرفه المقاصه. زي ما انا بدي ارسل مصاريف للبنوك الاخرى اطالبها بانها تعطيني قيمه الشيكات، البنوك الثانيه بتطالبني انها تسدد المستحق عليها على عملائها. فحيكون انا عندي مثلا في بنك الاسكان حيطالبني مبلغ من خلال ايش؟ مصاريف من خلال ارساليتها، نفس ارساليتها بتوجه لنا. تمام؟ بنك عمان مثلا طلبنا، وممكن بنك العربي طلبني. تمام؟ في الاخر بشوف الرصيد هان علينا ولا النا؟ اذا كان المبالغ هذا اكبر اللي النا اكبر من اللي علينا فبقول انا النا مبالغ مستحقة على البنوك. إذا كان العمود هذا أو القيم هان أكبر من الشيكات اللي أنا بدي إياها من البنوك الأخرى بتكون رصيد علينا. وهنشوف كلام هذا من خلال التفصيل من خلال المثال التالي.